ايه اللوك الجامد ده؟ كل مره بشوفه عامل لوك مختلف كده. والله انا مش عارف، انا بصحى الصبح من النوم يعني فاهمها، ببقى شايف نفسي في حاجه كده يعني ما بعرفش ان انا انزل كل يوم نفس البني ادم. بس انت دايما يعني انا بشوف حاجات كده انت لابسها ستيتمنت، يعني ما تقدرش اقول ان حد تاني ممكن يلبسها غير هشام. بلس التركيبات بقى، انت الجينز مع الكوتشي مع التي شيرت. لا هو فعلا غريبه حتى احنا جايين في المطار كان لابس جاكيت كده، وكان كان جينز وشافها معمول عليه رسومات من ورا. انت بتختار هدومك ازاي؟ والله انا مش عارف يعني انا انا بصحى الصبح المسكين كل حاجه من حته، يعني انا عندي حته مش عارف منين، ودي جايبها منين ودي جايبها منين. انا بحب الجزم وبحب اللبس، وانا بحب اي حاجه فيها جمال يعني. يعني الحمد لله ربنا اداني حاجه جميله جدا، وهي ان انا بشوف الحلو وبشوف الجميل يعني فاهمه. وانا كل يوم ساعات بصحى الصبح ببقى حاسس نفسي انا النهارده عايز البس باجي، انا النهارده عايز البس تايت.